معلومة سريعة قبل ما أبدأ فيديو النهاردة، مغلي قشر البصل مقوي جدا للانتصاب وبيضخ الدم في الأعضاء بطريقة غريبة، وكمان عصير البصل بيساعد على الانتصاب وبيزود مدته. طب ايه هي وصفة النهاردة واللي عبارة عن البصل والزنجبيل؟ الزنجبيل بيعمل ايه؟ بيزود الكوليسترول في الخصيتين وبيعمل على تدفق الدم بالعضو والخصيتين، بالإضافة كمان معلومة جديدة جدا عن الزنجبيل، بيعمل على زيادة وزن الخصيتين. وصفة النهاردة هقولها لكم، ولكن قبل ما نبدأ طريقة تحضيرها بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا يوميا واللي بننزل فيها بالقناة في العلاج بالأعشاب والطب البديل. تفعيل زر الجرس دوره ان يوصلك تنبيه بمجرد ما نحمل فيديو جديد على القناة. اللايك الجميل اللي بتعمله لنا بيكون دوره ان يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، ولأن زكاة العلم تبليغه فاعمل لايك دلوقتي عشان تكون سبب في ان الناس تستفيد. الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هنجيب بصلة ونقشرها، القشر هنغليه ونحط عليه فص ثوم واحنا بنغليه ونشربه مع معلقة عسل بالهنا وبعد كده بالنسبة للبصلة بنبشرها ونركنها لحد ما ننزل ميتها ونصفي ميتها تماما في كوباية، ناخد بس العصير اللي نزل من البصلة المبشورة، وبعدين بنضيف عليها معلقة من الزنجبيل المطحون. الزنجبيل المطحون ممكن نجيبه من عند العطار جاهز كده مطحون، وممكن اننا نجيب الجذور نفسها ونطحنها لو في امكانيه في البيت. يبقى عصير البصل المبشور مع معلقه من الزنجبيل، ونضيف عليها الميه السخنه المغليه، ونحلي بمعلقه عسل وبالهنا والشفا كل يوم الصبح على الريق، حاجه في منتهى الجمال، يقوي الانتصاب، يزود الحيوانات المنويه، يعمل على زياده الرغبه الجنسيه. الزنجبيل والبصل من الحاجات المفيده جدا لصحة الرجال او للصحة الجنسية لدى الرجال. وكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. ما تنساش اللايك الجميل، تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي في صحة كلينيك.